بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلب الطلبات الصف الثاني الثانوي. اليوم نقدم لكم مادة الكيمياء مع أستاذكم سليمان الحكيم. أهلا بكم مرحب. اليوم نتكلم عن درس هام في الصف الثاني وهو أعداد الكم. ما هي أعداد الكم؟ هي أعداد بتحدد الأوربيتالات أشكالها اتجاهاتها أبعادها وبالنسبة لمحاور الذرة. يبقى أشكال أو أعداد بتحدد الأوربيتالات وطاقتها واتجاهاتها في الفراغ بالنسبة لمحاور الذرة. طب أعداد الكم دي كم عدد؟ قال لي أعداد الكم أربع أعداد. أولا عدد كم رئيسي يرمز له بحرف N سمول. بيمثل إيه؟ بيصف بعد إلكترون عن النواة. يبقى عدد كم رئيسي يا بيعمل إيه؟ يصف بعد إلكترون عن النواة. طيب عدد كم ثانوي N سمول بيصف إيه؟ شكل السحابة الإلكترونية. أشكال السحابة الإلكترونية لمين؟ للمستويات الفرعية. يصف أشكال السحابة الإلكترونية بالنسبة للمستويات إيه؟ الفرعية. أما عدد كم المغناطيسي M السمول بيصف شكل ورقم المدار اللي بيوجد فيه الإلكترون. شكل ورقم المدار اللي بيوجد فيه الإلكترون. أما عدد كم المغزلي MS بيصف الدوران المغزلي الإلكتروني. دي مقدمة لأعداد الكم واحدة تعرفتها. الآن سوف ننتقل إلى وصف عدد الكم تفصيليا عدد تلو الآخر. أولا عدد الكم الرئيسي بيحدد مستويات الطاقة الرئيسية. بيحدد إيه؟ رتبة أو رقم مستوى الطاقة الرئيسي. كمان بيحدد عدد الإلكترونات التي يمكن أن يشغلها هذا المستوى الرئيسي. طبعا أول مكتشف هذا العدد هو العالم بور. اكتشف هذا العدد ثم توالى بعد كده الأعداد. يبقى عدد كم رئيسي N أول ما استخدمه هو العالم بور فسر بيه تيف ذرة الهيدروجين ومن خلاله قدرنا نعرف أن عدد كم رئيسي هو عدد بيحدد رتبة مستويات الطاقة الرئيسية. كما يحدد أيضا أقصى عدد الإلكترونات ممكن أن توجد في المستوى الطاقة الرئيسي. طيب طب أجيب عدد الإلكترونات دي إزاي يا مستر؟ نقول له في قانون بيقول 2 N تربيع. طبعا أخدت في تاني إعدادي هذا الكلام لكن سندنا التوسع أكتر. فإذا أقصى عدد الإلكترونات يمكن أن يوجد في مستوى بيساوي 2 N سكوير حيث N هو رقم كم رئيسي. طيب إيه مواصفات أعداد الكم أو عدد كم رئيسي؟ الواحد يأخذ أرقام صحيحة 1 2 3 لغاية 7. هل يمكن يأخذ كسر؟ أقول لا. طب ياخد إشارة سالبة؟ برضو لا. ياخد صفر؟ لا. يبقى أرقام صحيحة من 1 لغاية 7 في المستويات للذرة المستقرة. أثقل ذرة عرفناها حتى الآن وصلت لعدد مستوياتها 7 مستويات. إذا بنقول عدد مستويات الطاقة المعروفة حتى الآن 7 مستويات هي كي ال ام ان او بي كيو. هذه المستويات ادينا لها أرقام. كي ادينا رقم 1 2 ال 3 ام وهكذا. الأرقام دي اللي هي عدد كم رئيسي. يبقى عدد كم رئيسي هو الرقم بتاع المستوى الرئيسي. يعني بقول لك المستوى الثالث رمزه إيه؟ تقول لي كي ال ام. طب الرابع كي ال ام ان. يبقى بنعرف عدد المستوى الرئيسي لو عندنا عدد كم رئيسي اقدر اعرف رمز المستوى ولو عندي رمز المستوى اعرف اجيب عدد كم الرئيسي. طيب العلاقه بين عدد كم رئيسي وبين عدد الالكترونات. وجدنا العلاقه بينهم زي ما شايفين في الجدول قدامنا كده. لو المستوى الرئيسي اسمه كي رقم 1 اضرب 2 في اضرب 1 تربيع ربع 1 يبقى 1 تربيع في 2 يطلع 2 يبقى المستوى الاولاني بيتشبع ب 2 الكترون. المستوى الثاني هربع ال 2 واضرب في 2 يبقى 2 تربيع في 2 يطلع كام؟ 8. المستوى الثالث هضرب في 3 3 تكعيب اربع ال 3 واضربها في 2 يديني 18 والرابع نفس الكلام. طب جه المستوى الخامس نطبق القانون دوت ما ينفعش. اذا يجي لي سؤال يقول لي علل لا تنطبق العلاقه 2 ان سكوير على اكثر مستوى الرابع. اقول له ان الذره تصبح غير مستقره. دي اجابه الموجوده في كتاب المدرسه. لكن السبب الحقيقي هنعرفه كمان شويه. يبقى اذا بعرف لما يجي سؤال زي كده بجاوب اجابه الكتاب بتاع المدرسه بيقول لي لان الذره تصبح غير مستقره اذا احتوى اي مستوى على اكثر من 32 الكترون. تصبح الذره غير مستقره في هذه الحاله. طيب العدد الثاني اسمه عدد الكم الثانوي. رمزه ال سكوير ال سمول. هذا العدد بيحدد مستويات الطاقه الفرعيه.
باللغه الانجليزيه اسمه سب شيل او تحت مستوى، عشان لو لقيناها في كتاب خارجي ولا حاجه زي كده بيقول لك سب شيل، تعرف انه سب شيل او مستوى فرعي، يعني المستوى اللي هو المستوى الفرعي او تحت المستوى. اكتشف ده عالم اسمه ليمان، اصطدم مجال او متيوف ذو قوه تحليل عاليه جدا جدا، لقى ان هذا المستوى الرئيسي بيحتوي على عدد من المستويات الفرعيه الصغيره جدا سميناها المستويات الفرعيه. طيب المستويات الفرعيه دي زي ما المستوى الرئيسي ادينا له حروف كي وال وام، المستوى الفرعي برضو ادينا له رموز، ادينا له حرف اس وبي ودي واف. لاحظ ان الحروف كلها سمول، اس وبي ودي اف، يبقى اولادنا عندنا عدد المستويات الرئيسيه حروف كي وال وام لغايه كيو. المستويات الفرعيه عباره عن اس وبي ودي اف، عددهم كم مستوى فرعي؟ اربعه. يبقى عدد المستويات الفرعيه لا يزيد عن اربعه اللي هم اس وبي ودي اف. طيب ايه العلاقه بين عد كم رئيسي وعد كم ثانوي؟ وجدنا ان عد كم رئيسي رقمه بيساوي عدد المستويات الفرعيه، يعني المستوى الرئيسي واحد في مستوى فرعي واحد. طب المستوى الرئيسي اثنين في مستويين فرعيين، طب الثالث في ثلاثه، الرابع في كام؟ اربعه، بحد اقصى اربع مستويات. يبقى مستويات فرعيه اربعه، يعني المستوى الخامس في كام مستوى فرعي؟ اقول له اربعه. طب السادس اربعه، السابع اربعه، لان المستويات الفرعيه عددهم كام؟ اربعه. طيب المستوى كي هو الان بتاعته واحد، يبقى في كام مستوى فرعي؟ واحد اللي هو ان اس. طب المستوى الثاني في مستويين فرعيين اس وبي، فياخد رقم 2 اس 2 بي. طب المستوى الثالث ليه 3، 3 اس 3 بي 3 دي. الرابع 4 اس 4 دي 4 دي 4 اف. طب الخامس يبقى 5 اس 5 بي 5 دي 5 اف. طبعا ما بنقولش هذا الكلام في المرحله اللي احنا فيها. طيب انتقلنا بعد ذلك الى هل طاقه المستوى ان اس زي طاقه 2 اس؟ قال لك لا، 1 اس اقل من 2 اس، لان 1 اس معناها القرب المستوى الفرعي اس الموجود في المستوى كي، و2 اس الموجوده في المستوى ال. طبعا طاقه اس اقل من طاقه كي اقل من طاقه ال، يبقى بالتالي 1 اس طاقته اقل من 2 اس وهكذا. كمان الحجم طبعا بيختلف، 1 اس حجمه اقل وهكذا تدريجيا. طيب انا اعرف منين اجيب بقى الرموز اللي احنا قلناها مستويات فرعيه ادينا لها حروف اس وبي دو اف؟ طب قيمة عد كم الثانوي ليها كام؟ قال لك في علاقة رياضية من صفر لإن ناقص واحد. يعني المستوى الأولاني اللي هو كي رقم واحد، يبقى من صفر لإن ناقص واحد، يبقى واحد ناقص واحد لها كام؟ صفر، يبقى في مستوى واحد بس اللي هو إس. قيمته كام؟ صفر. يبقى عد كم الثانوي للمستوى الفرعي إس اسمه كام؟ صفر. طب المستوى الثاني يبقى لإن باتنين، اتنين ناقص واحد بكام؟ بواحد، يبقى عندي من صفر لواحد، يبقى إذا بالتالي عندي بي رقم كام؟ رقم واحد، والدي خد رقم اثنين، والاف خد رقم كام؟ ثلاثة. يبقى المستويات الفرعية اللي عندي اس وبي ودي واف تاخد رموز صفر وواحد واثنين وثلاثة. طبعا ما يزيدش عدد المستويات الفرعية عن أربعة زي ما قلنا، وعد كم الثانوي بجيبه ازاي؟ من علاقة صفر بيساوي ان ناقص واحد. قال طيب يعني ماذا يا كمستر؟ المستوى الأول ان بيساوي واحد، قيمة ال بتاعته كام؟ صفر. اه ده بيجي سؤال في الامتحان يقول لي ايه؟ هيستخرج عد كم الثانوي إذا كان الـ n بيساوي 2. أقول له n بيساوي 2 يبقى عندي s وعندي b. طب n بيساوي 3 يبقى عندي s و b و d. طب قيمتهم كام؟ 0 و1 2، 0 و1 كام؟ 2. طب n بـ 4 يبقى عندي 4 s و b و d و f، يبقى 0 و1 2 3. طب لو 5 قلنا خلاص هم 4، يبقى برضه 0 و1 2 3. انتقلنا بعد ذلك لعدد كم المغناطيسي رمزه ML. عالم اسمه زيمان استطاع باستخدام مجال مغناطيسي قوي ان يحلل مستويات الطاقه الفرعيه، فاكتشف انها تحتوي على اشياء اصغر سماها اوربيتال. اذا عدد كم مغناطيسي بيحدد الاوربيتالات الموجوده في كل مستوى فرعي؟ يبقى عدد كم المغناطيسي بيحدد عدد الاوربيتالات الموجوده في كل مستوى الطاقه الفرعي واشكالها واتجاهاتها الفراغيه. طيب يا مستر لو عايز اعرف المستوى الرئيسي في كم اوربيتال؟ اقول له طبق العلاقه ان تربيع. يعني المستوى الاولاني واحد تربيع بكام؟ واحد، يبقى في اوربيتال واحد. المستوى الثاني اثنين تربيع في كام؟ اربعه، في اربع اوربيتالات. المستوى الثالث ثلاث تربيع يبقى كام؟ تسعه، في تسع اوربيتالات. يبقى ممكن اعرف عدد الاوربيتالات في المستوى الرئيسي من علاقه ان سكوير. بيجي لي احد اسئله واختيارات في الامتحان يقول لك يحدد عدد الاوربيتالات في المستوى الرئيسي من؟ اقول له ان تربيع. طب يحدد عدد المستويات الفرعيه؟ اقول له من ان بس. طب يحدد عدد الالكترونات؟ اقول له 2 ان تربيع. طب لو عايز اعرف عدد الاوربيتال بقى في المستوى الفرعي، في المستوى
بعتبر علاقه 2 ال زائد 1. يعني لو عايز اعرف عدد الاوربيتالات في المستوى الرئيسي هقول لك ان تربيع، في المستوى الفرعي اقول لك 2 ال زائد ايه 1. ولاحظ ان عدد الكم الثانوي المغناطيسي دوت بياخد ارقام فرديه من سالب من سالب الى موجب هذا الرقم. يعني المستوى الرئيسي المستوى الفرعي رقم 1 الافي من سالب 1 وصفر واحد. طب 2 سالب 2 وسالب 1 وصفر وموجب 1 موجب 2 وهكذا. وبكده يبقى احنا انتهينا من الفصل الاول من اعداد الكم، ونلتقي بكم على خير في الفصل القادم. شكرا جزيلا.